السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الحلقة هذه تاع اليوم ما فيهاش وصفات، إنما هي بطلب من بعض المتتبعين الأعزاء، بغاو يعرفوا بعض الأشكال ديال بعض الأعشاب اللي كيستعملوها في المنازل ديالهم، بغاو يعرفوا الشكل ديالها باش يفرقوا ما بيناتهم. يعني هاد الاعشاب هادي هي متقاربه بزاف في الشكل ديالها، وكيصعب على بعض الناس انهم يفرقوا ما بين الاشكال ديالها. اما بالنسبه للاسماء، فهاد الاسماء اللي غنذكر لكم دابا، مثلا اسم حبه حلاوه او لا النافع او لا زريعه المعدنوس او لا الكمون او لا الكرويه، هاد الاسماء هادي غادي تلقاو المرادفات ديالها على حساب اي دوله عربيه، غتلقاو المرادفات ديالها باللغه العربيه الفصحى في فيديو خاص في قناه جرب حكم، او لا توجهوا احبائي الاعزاء المدونه جرب حكم، غادي تلقاو سلسله كامله بالاسماء المرادفات ديال هاد الاعشاب هادي. وبالنسبة للناس اللي ما عرفوش، يمكن لهم يطرحوا السؤال ديالهم على حساب الدولة اللي ساكنين فيها، يعني دولة عربية أو لا أجنبية، باش نعطيهم الأسماء مضبوطة وياخدوا يسهل عليهم الأخذ ديال هاد الأعشاب هادي. إلا عرفوا الشكل ديالها والاسم ديالها، يسهل عليهم أنهم ياخدوها من عند العشاب باش يستعملوها في عدة وصفات، كيف ما سبق لي وطرحتها في القناة عدة وصفات بهذه المكونات هذه. وإن شاء الله في القريب غادي يكونوا وصفات أخرى بالعديد من أنواع ديال الأعشاب اللي يمكن لكم الجميع أن الناس يستفدوا منها. كيف ما بلا ما نطول عليكم أحبائي الأعزاء، كاينين بعض الناس بغاو يعرفوا الشكل ديال النافع. هذا هو الشكل ديال الحبوب النافع. المذاق ديالهم حلو، يعني بحال حبه حلاوه، بالنسبه للاستعمالات ديالو مفيد بزاف للجسم، وحتى نستعملوه يا ريت انكم تستعملوه في العجائن وفي الحلويات، هو مفيد. هذو هي حبوب النافع، كبيره شويه في الحجم ديالها، هي بينها وبين حبة حلاوة يعني شكل كبير، هذو هما حبوب النافع. أما حبوب حبة حلاوة، هذا هو الشكل ديال حبوب حبة حلاوة كيف ما كتشاهدوا أحبائي الأعزاء. حبة حلاوة والنافع فهما عندهم فرق كبير ما بين الشكل ديالهم، أما بالنسبة للاستعمالات ديالهم فهي في غالب الأحيان كنستعملهم بجوج، لانهم مفيدين بزاف بالنسبه للصحه ديالنا، وليهم عده استعمالات يمكن لنا نستافدوا منها. مثلا نستعملهم في العجين باش نتناولهم يوميا، في الخبز ديالنا تيعطي واحد المذاق جميل بزاف. هذه هي حبه حلاوه كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للكرويه، اللي سولوني على الكرويه، هذا هو الشكل ديالها، الكرويه المذاق ديالها مر وعندها حتى هي عده فوائد بالنسبه للجسم ديالنا. هي المذاق ديالها مر، هذه هي الكرويه. كاين هاد الشكل هذا، كاين فيها عده اشكال، هذا هو الشكل اللي كنستعملوه بزاف، وكاين فيها الشكل الاخر يسمى الكرويه العمياء. هادو هما الاشكال ديال الكرويه بجوج اللي متوفرين عندي حاليا، هذه سميتها الكرويه العمياء وهذه سميتها الكرويه اللي متداوله بزاف وكنستعملوها، عندها هي عده فوائد. بالنسبه للكمون، الكمون فالناس كاملين كيعرفوه غالبا من الريحه ديالو، يعني تاخذوا حبيبات وديروهم في الفم ديالكم غادي تحسوا بالمذاق ديال الكمون اللي معروف عند الناس كاملين. هادو هما حبوب الكمون، يعني تقريبا كيتشابهوا هاد الحبوب كامله كيتشابهوا. بعض الناس كيصعب عليهم انهم تتكون عندهم في المنازل ديالهم وكيصعب عليهم انهم يفرقوا. يعني دائما اوصي الا شريتوا شي عشبه متقاربه عندكم بزاف البيت ديالكم، يمكن لكم دائما تكتبوا ورقه صغيره وتكتبوا فيها الاسم ديال العشبه باش دائما تعرفوا النوع ديال العشبه اللي كتستعملوه. هذه بذور ديال المعدنوس،
يعني قريبة بزاف لحبة حلاوة، بودور المعدنوس وهذه عفوا وهذه حبة حلاوة، كاين بيناتهم واحد الفرق، يعني فرق طفيف جدا وفرق حتى في المذاق. هذه بودور المعدنوس المذاق ديالها مر يعني بحال المعدنوس. أما بالنسبة لحبة حلاوة غادي تميزوها بأن المذاق ديالها حلو. كنتمنى أحبائي الأعزاء أنني نكون وصلت لكم يعني ولو القليل القليل من هاد، باش أنكم نبسط لكم غير شوية باش تعرفوا الأشكال ديال هاد الأعشاب اللي كتكون مقاربة بزاف في الشكل ديالها. أما بالنسبة للأسماء فهي كتختلف من دولة لدولة على حسب كيف ما قلت لكم، اللي بغى يعرف الاسم ديال النافع او لا حبة حلاوة او لا الكروية يمكن ليه يتوجه لفيديو خاص في قناة جرب وحكم او لا مدونة جرب وحكم باش يعرف الاسماء يعني باللغة العربية الفصحى. اما الناس كيف ما ذكرت لكم اللي ما قدرش يعرف يمكن له يطرح السؤال ديالو، مرحبا به غادي نجاوب عليه باذن الله. هذه هي هذا هو النافع وهذه حبة حلاوة وهذا الكمون وهذه زريعة المعدنوس وهذا هذه الكروية على جوج ديال الأشكال ديالها كيف ما بينت لكم أحبائي الأعزاء. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.